أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعد انتشار صورة كارن بورسن وستيفاني كايو والتي أكدت نوعا ما عن وجود علاقة حب بينهم في السابق والتي انتهت بسرعة، عادت صديقة هاندا المقربة ديلارا بالإعجاب على التغريدات المسيئة لكرم ومديرة أعماله غونيفر، حيث أن البعض من جمهور هاندا يتهمون غونيفر مديرة أعمال كرم أنها هي التي قالت للصحفية بيرسين بكتابة تكذيب لخبر علاقة كرم وستيفاني، وكتابة أن كرم معروف أنه لا يدخل بعلاقات حب سريعا بعد انفصاله، وهذا الذي اعتبره جمهور هاندا تلميح على هاندا إنها تدخل علاقات حب بشكل سريع جدا، ودخولها بعلاقة حب مع كان يلدرم بعد انفصالها من كرم بمدة أقل من شهر. واستاء جمهور كرم من ديلارا لفعلها هذه الإعجابات، وعمل فتنة بين جمهور كرم وهاندا، وأيضا كونها تعرف كرم شخصيا وهكذا تتعامل في مواقع التواصل الاجتماعي. ما رأيكم بما يحصل؟ ولك ديلارا، شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.